لا الباكجينج تاع البرنترال بريبريشن، في عندي ثلاث انواع من الكونتينر which is actually used للباكجينج تاع البرنترال برودكت، اللي هي بتشمل عندنا امبول وبتشمل فايل وبتشمل also ما يعرف بالانفيوجن باج او ما يعرف عندنا بالانفيوجن بوتل. خلينا نمسك كل واحد فيهم، نتعرف على المين كاركترستيك تاعته، نتعرف على الميجر ادفانتجز والديس ادفانتجز واليوزز تاعته. لو اجيت بالنسبه للفيرست تايب اللي هو الامبول، حكيت انا عندي ثلاث انواع من الكونتينر بنستعملهم للباكجينج تاع البرنترال برودكت اللي هم برنترال وفايل، ومثل ما حكيت اوسو الانفيوجن باج او البوتل. بالنسبه للامبول، هلا الامبول يوجوالي هي عباره عن باكجينج او كونتينر which is designed for the packaging of small volume of preparation اللي هي يوجوالي عادة الفوليوم which is included بالأمبول اللي بيتراوح عندي تقريبا ما بين الواحد مل as a maximum، ممكن يوصل عندي إلى تقريبا حوالي العشرة مل بالفوليوم. هلا ممكن يكون في عندي some أمبول which is containing an a volume that is greater than 10 مل، like مثلا maximum ممكن يوصل عندي إلى 15 مل، ولكن in general standard مثل ما حكيت usually الفوليوم which is filled في قلب الأمبول بتراوح عندي ما بين الواحد مل up to ايش اللي هي العشرة مل. طبعا الأمبول هي عبارة عن type of container which is intended to be packaging أو filling the parenteral product which is used for a single uses, not for a multiple uses, for a single uses. وكونها design for a single uses just only بمعنى آخر إنه البرودكت اللي بتعبى بالأمبول already أصلا no need إنه يكون يحتوي عندي على preservative material substance. الماتيريال اللي بينعمل منها الأمبول ممكن تكون glass ممكن تكون plastic. هلا إذا كانت الماتيريال glass في عندي specific type of the glass بتصنع منه الأمبول اللي هي يعرف عندي ب type 1 glass أو ما يعرف عنا بالبوروسيليكيتد glass. usually ميزته هذا الجلاس بيكون less alkaline بالمقارنة مع النورمال glass اللي هو بنستعمله مثلا for example for other type of the product like the beverage and whatever. بالنسبة عندي للجلاس أمبول، لو اجيت اشوف شو هي الميجر ادفانتجز والديسادفانتجز تاعت الجلاس أمبول، الجلاس أمبول زي ما انتم شايفينها يوجوالي النك تاعت الجلاس أمبول بيكون موجود فيها عندي اللي هي بينتد سيراميك رينج. هلا هاي البينتد سيراميك رينج بتتكون عندي نتيجة البروسيس تاعت البيكنج اللي هي عملية لحم النك تاع الأمبولة مع البست مع الريست تاع البادي تاع الأمبولة. هلا بالنسبة عندي لهاي البينتد سيراميك نك تعتبر عندي نقطة ضعيفة جدا على الستركتشر تاع الأمبولة. البيشنت جاست اونلي باي جنتل بريسنج عليها بيستطيع انه هو يعمل بريكنج داون زي ما حكينا للنك تاع الأمبولة، وبالتالي يستطيع انه هو يوصل عندنا للفورميلا اللي بتكون معباية عندي في قلب الأمبولة. الجلاس أمبول إلها several disadvantages. من أهم disadvantages للجلاس أمبول، أول شيء الجلاس يعتبر fragile material، so هذا type من الكونتينر it is a fragile container. plus إنه لما البيشنت بيعمل breaking زي ما حكيت للنك تاع الأمبولة، هون ممكن يصير في عنا particle of the glasses تعمل contamination للبرودكت اللي موجود في قلب الأمبولة. plus كمان إنه ممكن يصير incidence of the injury for the finger تاع البيشنت who's trying to be open the ampoule. بالنسبة لمشكلة الفراجيليتي تاعت الكونتينر اللي هو الجلاس كونتينر تاع الأمبول، ممكن أحل هاي المشكلة إنه الأمبولة تيجي عندي موجودة عندي في قلب سكندري باكجينج. سكندري باكجينج اللي هي بتيجي أحيانا عندي بعض أنواع الأمبولات موجودة عندي في بلاستيك كوت من برا اللي هي عبارة عن سكندري باكج لحتى تعطي إيش تعطي ريجيديتي عندنا للستركتشر تاع الأمبولة. هلا بالنسبة للبروسيس تاعت الكونتامينيشن تاعت البرودكت باي الجلاس بارتيكل، هون لحتى أحل هاي المشكلة فأنا فعليا راح أجي أسحب البرودكت من قلب الأمبولة من خلال إنه هذا البرودكت راح يجي يمرق عندي على فلتر سترو زي ما إحنا شايفينه عنا هون، أو بسميه فلتر كويل، بيعمل عنا ريموفل للبارتيكل تاعت الجلاس اللي ممكن تكون كانت عاملة كونتامينيشن للبرنترال برودكت.
كادفانتجز لهذا التايب من الكونتينر اللي هو عباره عن جلاس امبول له بس تو ادفانتج. اول شيء يعتبر عندي هذا التايب اوف ذا كونتينر ليس اكسبنسيف ليس كوستي بالمقارنه مع البلاستيك كونتينر. بلس السكند ادفانتجز كمان لهذا اكشوالي هلاحظ انه اذا كان الجلاس فور الامبول زي ما ذكرت ات از تايب 1 بصير عندنا مينيمم انتر اكشن ما بين البرودكت اللي بيكون موجود في قلب الامبوله وما بين الوول تاع الكونتينر. حكيت هلا انه عندي تو ماتيريال ممكن تتصنع منهم الامبوله الجلاس، اتعرفنا على الكاركترستيك تاع الادفانتج والديس ادفانتجز تاعته. في عندنا الاذر تايب اوف ذا ماتيريال اللي ممكن يتصنع منها عندنا الامبول اللي هي بلاستيك. هلا بالنسبه عندي للبلاستيك امبول مثل ما انتم شايفين عندي هون البلاستيك امبول اول شيء بتكون مور سترونجر ذان الجلاس امبول، والبلاستيك امبول فعليا بتيجي عندي الامبوله مزوده عندي هون ب ريزد ليد اللي احنا شايفينه هون البيشن بيعمل له تويستنج لحتى ايش يوصل عنا للفورمولا اللي بتكون معباية في قلب الامبوله. هلا الميجر ديس ادفانتجز لهذا النوع من الامبوس، اول شيء هذا يعتبر مور كوستلي ان كومبير مع الجلاس امبول. بلس اوسو يوجوالي جاست اونلي البريبريشن ويتش كان بي فيلد في قلب البلاستيك امبول اللي هي عباره عن البارنترال سوليوشن. اما بالنسبه للبارنترال سسبنشن مثلا او البارنترال ايمولشن انا فعليا المين تايب اوف كونتينر ويتش از يوزد مع الاذر تايب زي ما حكيتوا في البارنترال برودكت ريتر ذان السوليوشن اللي هم الجلاس امبول، اما البلاستيك بستعملها جاست اونلي مع البارنترال سوليوشن. هذا يعني انه فعليا كونه just only parenteral solution هو اللي بتعبى عندي في قلب البلاستيك امبول، ليه ما بقدر اعبي الاذر برودكت لايك السسبنشن او الايمولشن فيها؟ لانه انا اذا بدي اعمل بروسيس اوف ذا فريز دراينج الماتيريال باي اتسلف تاعت البلاستيك هاي ما راح تتحمل عندي اللي هي الريديوس تمبريتشر والريديوس بريشر اللي راح تتعرض له في قلب الفريز دراير. في عندي also other type of the container which is can be used for the packaging تاع البارنترال برودكت اللي هي تعرف عندي بالفايل. هلا اول شيء الامبول قبل شوي حكيت لكم is it used for single dose ولا use it for multiple dose؟ هاي رامي سنجل دكتوره سنجل دوز. هلا المين ديفرنس في الفايل، الفايل تستعمل للمالتيبل دوزز نوت فور السنجل دوزز. بلس انه حكينا انه الفوليوم اللي بتعبى بالامبوله يوجوالي الرينج بين كم وكم يا نديم؟ من 1 الى 10 مل. من 1 الى 10 مل از ماكسيمم. هلا الفوليوم اللي بتعبى عندي في قلب الفايل فعليا ات از ا لارجر فوليوم اللي هو از مينيمم من 5 مل ممكن يوصل عندي تقريبا الى حوالي 100 مل. هذا كله بيعطي other complicated disadvantages لهذا type of the container. خليني أرجع أول شيء على structure تاع الكونتينر والماتيريال تاعته، ثم بعد ذلك أرجع وأناقش موضوع advantages with disadvantages تاعته. أول شيء مثل ما أنتم شايفين فعليا الكونتينر طبعا بيجي عندنا vial made by glass، ما فيش عندي vial made by plastic دائما أبدا تيجي made by glass، ويوجوالي type of the glass اللي بنستعمله فيه الفايل اللي هو نفس التايب تاع الجلاس اللي استعملناه للجلاس امبول تايب 1 او ما يعرف عندي بالبرو سيليكيتد جلاس. طبعا الفايل كونها مصممه زي ما حكيت فور المالتيبل دوزز، سو بالتالي الفايل عاده بتيجي عندي موجود على التوب تاعها ما يعرف عندي بالربر كلوجر اللي هو موجود في هاي النقطة، مش هذه بسميها دستنج كاب، لا هون موجود عندي على النك تاع الفايل هون في هاي النقطة اللي هي مبينة عنكم هون هيها، بيجي عندي إشي بسميه الربر كلوجر. هذا الربر كلوجر يوجوالي بيكون عندي ميد باي بوليمر اللي هو البرومو بيوتايل أو بيكون مصنوع عندي من الكلورو بيوتايل الربر كلوجر. هلا لحتى يثبت الربر كلوجر على النك تاع الأمبولة دايما وأبدا زي ما أنتم شايفين بنعمل عنا ألمنيوم سيل أراوند نقطة الجنكشن ما بين الربر كلوجر وما بين إيش اللي هي النك تاعت الفايل. حكيت انه بيجي عندي على الربر كلوجر هاد دائما
على الفايل من فوق بيجي عندي أباف الربر كلوجر بيجي عندي هذا البلاستيك دست كاب. هلا هذا البلاستيك دست كاب جاست اونلي بيعطي بروتكشن عنا للربر كلوجر، لكن فعليا لا يستطيع انه يعطي ستيريليتي للربر كلوجر اللي هي من وان يوز تو انذر يوزز. اذا جاست اونلي الفانكشن تاعته زي ما ذكرت اللي هي البلاستيك دست كاب هاد انه يعمل بروتكشن عندي لوين؟ لنقطه الربر كلوجر اللي موجوده عندي على النت تاعت الفايل. حكينا basically الفايل it is intended for multiple uses، أي بمعنى إنه البنكتشر تاع الربر كلوجر it can be do it by a syringe more than one time for multiple doses to be drawn from الفايل. كونه designed for multiple uses حكينا قبل شوي إنه الفوليوم لازم يكون larger than الفوليوم اللي بتعبى عندي في قلب الأمبولة اللي هو minimum بتراوح ما بين 5 مل، عندي تقريبا بيوصل عنا as a maximum إلى اللي هي 100 مل. هلا بالنسبة عنا للفورميليشن اللي بتتعبى عندي في الفايل، بالنسبة للفورميليشن اللي بيصير له باكجينج أو فيلينج في الفايل، هل برأيكم أستطيع إنه أنا أعبي فيها unpreserved فورميلا؟ هل أستطيع أن نعبي فيها unpreserved formula؟ هيا نور. لا دكتور أكيد لا. إذن الفايل دائما وأبدا الفرق الثاني عندي أو الفرق الثالث هون إنه الفورميلا it should be preserved formula لحتى أمنع الجروث تاع المايكرو أورجانيزم أو الكونتامينيشن تاع الفورميلا اللي بتكون موجودة عندي بالفايل. طيب سؤال ثاني، هل لازم فعليا الفورميلا اللي بتتعبى عندي في الفايل، هل لازم الفورميلا اللي بتتعبى في الفايل دائما وأبدا فقط لا غير تكون solution؟ أو هل أستطيع إنه أنا أستعمل other form of the formula like emulsion مثلاً for example أو suspension للفايل؟ ها؟ هل يستلزم حسب structure الفايل اللي أنتم شايفينه، هل يستلزم إنه الفورميلا فقط لا غير تكون عبارة عن simple solution؟ هاي رامي؟ لا دكتورة؟ لا أكيد لا طبعاً، ممكن يكون solution ممكن يكون suspension ممكن يكون also emulsion. طيب ليه رامي؟ ليه رامي ممكن يكون suspension ممكن يكون emulsion مش بس solution؟ هلا إيش كانت مشكلة البلاستيك أمبول؟ إيش كانت مشكلة البلاستيك أمبول؟ هل البلاستيك أمبول كان بي withstand reduced temperature reduced pressure اللي بتتعرض له في حالة الفريز دراينج؟ لا. طيب لكن هون ايش الماتيريال فعليا made for the vial؟ glass مزبوط؟ مزبوط تمام. هلا الجلاس عندي فعليا بيكون هون considered more rigid بالمقارنة مع البلاستيك ماتيريال، سو الجلاس فايل استطيع او الفورمولا اللي موجودة فيها suspension او emulsion استطيع انه انا اعمل لها freeze drying، بدليل انه اذا لاحظتوا في كتير من البرودكت بتكون موجودة عندنا بالماركت اللي هي a lot of the vial of antimicrobial agent بتيجي عندكم as lyophilized powder معباية في قلب الفايل. تمام طيب. هلا بالنسبة للثيرد تايب اوف كونتينر which can be used also for the packaging تاع البارنترال برودكت اللي هي بسميها الانفيوجن باج او البوتل. هلا اللارج فوليوم بارنترال برودكت زي ما انتم شايفين يا اما ممكن اعمل لها باكجينج في قلب جلاس بوتل او ممكن اعمل لها باكجينج في قلب ما يعرف عندي بالكولابسد بلاستيك باج، او ممكن تتعبى عندي هون فيما يعرف عندي بالسيمي ريجيد بلاستيك بوتل. هلا in general all of those type of container all of those type of the container they are containing an a large volume of the parenteral product. طيب كونهم هلا هدول ال type of the container they are containing an a large volume of parenteral preparation which is intended طبعا هون for the infusion صح ولا intended for injection؟ لا دكتور infusion intended for infusion. حلو. هلا هدول type of the container هدول type of the container are they designed for single use ولا multiple use؟ are they designed for single use ولا multiple use؟ هاي نديم multiple use.
they are designed for multiple use لأنه أنا فعلياً the infusion it will be done just only one time ولكن it will be give اللي هي عبارة عن very slow rate of the injection over extended period of the time. طيب خلينا نمسكهم واحد واحد نتعرف على الماتيريال which is used for المانيفاكتشرينج بتاع الكونتينر نتعرف على الادفانتجز والديسادفانتجز فور ايتش وان اوف ذوز تايب اوف ذا كونتينر لو اجيت على اللي هي الكولابسد بلاستيك باج which is used for الانفيوجن الكولابسد باج اول شيء زي ما انتم شايفين عندي هون في عندي اللي هي عباره عن ايش في عندي هون اللي هي اكستندد او اديتيف ستيم بتكون موجوده عندي على الكولابسد بلاستيك باج بيكون لها سبيسيفيك function. أول شيء أنا حكيت إنه large volume parenteral product في عندنا ثلاثة type of container which is can be filled in عدتهم اللي هو the glass bottle collapsed bag و also اللي هي semi rigid plastic bottle. ما بين الثلاثة هدول the most common type of the container which is used for the parenteral product for infusion هو the collapsed bag. تمام؟ هلا بالنسبة عندي اللي هي الأديتيف ستيم اللي أنا شايفته هون بيكون موجود عندي على البلاستيك باك فور الكولابس بلاستيك باك هذا بيكون المين بيربوس ستاتو لأنه أنا إذا بدي أعمل ميكسينج لأني تايب أوف إنجكتبل درج مع الفلويد تاع الإنفيوجن أنا I will be injected أو I will be added through زي ما حكيت اللي هي الأديتيف ستيم اللي موجود على الكولابس باك هلا بالنسبة عندي للميجر أدفانتجز عنا للكولابس باك هلا الكولابس باك الميجر ادفانتجز تاعته فعليا حلاحظ انه الباك بيعمل كولابس فور اتسلف نتيجه الريموفال تاع الفورميليشن اللي بتكون موجوده عندنا في قلب الباك هذا معناها ان انا فعليا ما بحتاج ان انا اعمل سبلاي لاير انلت لحتى اعمل اكوليبريم للبرشر انسايد الباك واوتسايد الباك لحتى ادخش الفورميلا عندي عكس مين يعني بمعنى انه هاي تعتبر ادفانتجز بالمقارنه مع الجلاس بوتل وبالمقارنة also مع السيمي ريجيد بوتل اللي هي أحياناً بتحتاج which is required مثل ما حكيت air equilibrium system لحتى أدخش الفورميلا عندي outside of the container. بالنسبة للماتيريال التي تصنع منها عادة الكولابس باك يا إما بتنعمل عنا من PVC أو بتنعمل من البولي أولفين بلاستيك هلأ بالنسبة عنا للموست كومون ماتيريال الموست كومون ماتيريال عادة اللي تستعمل في المانيفاكتشرينج تاع الكولابس بلاستيك باك هي البولي أولفين وليس PVC ليه؟ لأنه PVC له عدة عيوب فعليا PVC له 3 problem أساسيات الأولى فعليا البي بي سي كماتيريال كبلاستيك ماتيريال ممكن تعمل ادزوربشن عنا للدرج اللي بيكون موجود في الفورمولا مثل مثلا فور اكزامبل اذا كان الدرج انسولين في عنا سترونج ايفيدنس انه بيصير عمليه ادزوربشن عنا مثل ما حكينا للانسولين على البلاستيك ماتيريال اللي هي البي بي سي ماتيريال بتاعت البلاستيك كولابس باك also plus اذا ما صار ادزوربشن ممكن يصير عندي فعليا انتر اكشن ما بين البي في سي بلاستيك كولابس باج وما بين الدرج مثل مثلا فور اكزامبل الانتر اكشن ما بين الدرج يعرف عندي بالايتوبسايد مع اللي هي البي في سي ماتيريال تاعت الكولابس بلاستيك باج بلس كمان فعليا لانه الماتيريال عباره عن بلاستيك هلا وسبيشالي في ماده البي في سي وارد جدا انه ممكن يصير في عندنا ليكج اوف لا الفورمولا اللي بتكون موجوده عندنا في قلب الكونتينر سبيشالي اذا كانت عندنا الكونتنت او الاكتيف انجريدينت هاي اللي موجوده في قلب الكونتينر لها لو مولكيولار ويت لايك مثلا الليكج تاع السمول مونيمر او الليكج عندنا تاع اللي هي البلاستيسايزر ماتيريال اللي ممكن تكون موجوده عندي في الفورمولا لايك مثلا الفتالات اللي بنستعملها عندنا كبلاستيسايزر لذلك حكيت most commonly عادة nowadays الماتيريال اللي يتم استخدامها في عملية تصنيع الكولابسد بلاستيك باج ليست مادة البي في سي وإنما هي عبارة عن مادة البولي أولفين ليه؟ لأنه أول شيء مادة البولي أولفين في عنا a very low possibility for an interaction ما بين البرودكت وما بين الكونتينر by itself هلا الأذر تايب اللي هي حكينا عليه قبل شوي أو ورجيناكم إياه قبل شوي هذا التايب الذي يعرف عندي بسمي ريجيد بلاستيك بوتل
semi-rigid plastic bottle, semi-rigid plastic bottle. طبعا نفس الاشي حلاحظ عندي انه الماتيريال اللي بتصنع منها هذا التايب of the container اللي هي عبارة عن البولي إيثيلين. Semi-rigid plastic bottle حكيت قبل شوي لما درست عنا البلاستيك أمبول حكيت انه فعليا semi-rigid plastic بوتل فعليا ما بيصير لا اسفة مش الأمبول الكولابسد بلاستيك باك حكيت قبل شوي سيمي ريجيد بلاستيك بوتل هون ما بيصير لفول كولابس نتيجة الريموفال تاع الفورميلا منها سو أنا I should be apply اللي هي air system لحتى يعمل equilibrium للبرشر inside البوتل و outside البوتل حتى يعمل عملية pushing للفورميلا outside of the container. هلأ بالنسبة للجلاس الجلاس بوتل الجلاس بوتل كل اللي انا حكيته سابقا ككرايتيريا ريجاردنج الجلاس بايل تنطبق عندي على الجلاس بوتل ولكن فعليا على اللارج سكيل يعني بمعنى الجلاس بوتل which is used للانفيوجن شو طبيعه الجلاس الذي يستعمل في عمليه المانيفاكتشرنج تاع هذا التايب اوف ذا كونتينر اين نديم البروسيليكيت جلاس بالضبط البروسيليكيتد كلاس اللي هو بسميه جلاس تايب 1 طيب هلا اجين بالنسبه عنا للجلاس فايل اتفقنا انه الجلاس فايل ات از اوسو انتندد فور انتندد فور المالتيبل يوز لكن هون الجلاس بوتل هل هي انتندد فور مالتيبل يوز او سنجل يوز انتندد فور مالتيبل يوز ولا سنجل يوز glass bottle استعملتوها لايش؟ هاي رامي دكتور الانفيوجن فور الانفيوجن اذا معناه intended for single use ولا for multiple use؟ دكتور يوز على فتره معينه يا رامي كلامي واضح هل هي انا بستعملها البوتل هاي مره واحده ولا استطيع انه انا استعملها اكثر من مره؟ الفايل بقدر استعملها اكثر من مره صح بدليل انه انا حكيت ممكن اعمل سحبات لفاريبل دوزز لعده دوزز من قلب الفايل الجلاس فايل صح صح دكتور طيب هون الجلاس بوتل هل انا استطيع انه انا اعمل انفيوجن مور ذان 1 تايم باستعمال نفس الجلاس بوتل ممكن ممكن كيف يا رامي Infusion يعني إيش؟ Infusion معناها إنه أنت بدك large volume اللي هو بتراوح ما بين 100 مل إلى 1 لتر لازم يصير لهم عملية injection intravenously directly one time on very slow rate of infusion. تمام؟ تمام دكتورة. يعني single use ولا multiple use؟ single. Single use طيب. بالنسبة عندي للجلاس بوتل لو رجعت للجلاس بوتل شو الميجر ديس ادفانتجز تاعت الجلاس بوتل فور انفيوجن هاي نور هاي نور دكتورة معك ممكن ايش هي انها تنكسر ممكن تنكسر وارد فراجايل وارد ممكن تنكسر غير انه هي تنكسر غير انه هي تنكسر ايش كمان ما بصير لها كولابس انا ما بعمل فيها انفيوجن فبضطر معناها لازم استعمل عندي هون اير لاين سيستم لحتى اتفش الفورمولا عندي اوتسايد اوف ذا كونتينر تمام تمام دكتور طيب هلا في عندي other type of the container which is can be used also مع البرنترال preparation اللي هي تيجي عندي الفورميلا تاعت البرنترال preparation حكيت لكم اياها المحاضره الماضيه بتيجي الفورميلا عندي already معباي في قلب syringe cartridge which is prefilled في قلب syringe which is ready to be used by the health professional or by the patient by itself. اول شيء such type of the filled package فعليا لازم يتم عملية الفيلينج تاع الفورميلا في قلب الباكج under aseptic condition يعني الفورميلا should be عندي sterile plus انه انا بحتاج عندي الى specific equipment لحتى اعمل فيلينج للفورميلا في قلب السيرنج كارتج
طبعا هذا التايب اوف ذا كونتينر ديزاين انه نعمل ادمنستريشن للفورمولا اللي معباي في قلب السيرنج باي يوزنج انفيوجن بامب اللي هي سيرنج بامب مثل ما انتم شايفينها لايك طبعا هاي كومون عاده بيستعملوها مع الانتي مايكروبيال انفيوجن او بيستعملوها اوسو مع البوست اوبريتيف انستاتيك ميديكيشن. بالنسبه عندي هلا بدي انتقل الى اذر تايب of drug delivery system اللي هي أتعرف على مقدمة صغيرة about الophthalmic preparation. هلا بالنسبة عنا للophthalmic preparation لو اجيت أطلع عندي على الاي كأورغان فعليا يعتبر عندي isolated organ. هذا الأورغان it is highly complex structured organ. هذا الأورغان كمان بيكون له specialist function اللي هو عبارة عن photo reception. Due to طبعا الاناتومي تاعت الكومبلكس اناتومي تاعت الاي، الاي تعتبر عندي فول بروتكتيف اورجان، بدليل انه انا ليتر اون ان شاء الله بعد شوي لما اجي ادرس عندي فعليا الانترا ستراكشر او الفاريبل بارير اللي بيكونوا موجودات في منطقه الاوبتالميك اريا، الاحظ انه في عندي مور ذان 3 بارير موجودين انسايد الستراكشر تاع الاي اللي هم فعليا بيشتغلوا عندي از بارير او ايزوليتنج بارير بيمنعوا وصول الدرج تو انسايد ايش تو انسايد التارجت تيشو في قلب الاوبتالميك كافيتي. الاي كستركتر بقسمها عندي فعليا الى تو سيجمنت، في عندي شيء بسميه اللي هو الانتيرير سيجمنت اللي هي الجزء الامامي هذا كله بسميه انتيرير سيجمنت. هلا الانتيرير سيجمنت الانتيرير سيجمنت ايش بيشمل عندي؟ الانتيرير سيجمنت اللي هو بيشمل كل هاي المنطقه الى منتصف الاي عندي اللي هي بتشكل تقريبا 1/3 اللي الفرونت 1/3 تاع الاي اللي هو موجود فيه الاستراكشر تاع الكورنيا، موجود فيه الايرس، موجود فيه البيوبل، موجود فيه الاكيوس هيوما، موجود فيه عندي اوسو اللي هي اللينس. هذا كله زي ما حكيت ايش بشكل عندي؟ بشكل ما يعرف عندي بالانتيرير سيجمنت. هلا في عندي بارت ثاني اللي هو هذا البارت من وراء اللي هو بسميه عندي البوستيرير سيجمنت. البوستيرير سيجمنت طبعا المين ستراكشر اللي بتكون منها بيكون موجود في الفيتروس هيومر، موجود في عنا الكورويد، موجود في عنا الريتنا، موجود في عندي الاوبتيكال نيرف تمام. هدول يعتبروا عندي المين بارت اللي موجودات في ايش في البوستيرير سيجمنت. هلا لو اجي اطلع على الميجر تايب اوف او الكومون تايب اوف ادمنستريشن تاعون الاوبتالميك بريبريشن، الاحظ انه في عندي 3 ميجر كاتيجوري للاوكيولار بريبريشن اللي هي يا اما بنعمل توبيكال ابليكيشن للدرج على الاوكيولار اريا، والتوبيكال هون اعني اللي هي الادمنستريشن تاع الدرج على الكونجكتيفا تاعت الاي تمام، او في منطقه ايش او يس هي مينلي ابلاي على منطقه الكونجكتيفا، او في عندي اللي هي طبعا هذا توبيكال ابلكيشن، في عندي اوسو اللي هي السيستماتيك ابلكيشن. طبعا السيستماتيك ابلكيشن اللي هي ثرو الاورال روت، ونسبه ضئيله جدا من الدرج ممكن يصير لك دي بوزيشن عندي في الاوكيولار اريا، او ممكن نلجا عنا الى الانترا اوكيولار injection او البيري اوكيولار injection. بالنسبه عندنا للانترا اوكيولار injection حكيت لكم مسبقا لما درسنا البارنترال بريبريشن تنقسم عندنا الى تو كاتيجوري، في عندنا الانترا كاميرال injection اللي هي بنعمل injection للفورمولا تاعتنا في السبيسز اللي بيكون موجود ما بين الكورنيا وما بين اللينسز، هاي بنسميها الانترا كاميرال. هلا بالنسبه للانترا فيترال يعني بمعنى انه injection بيصير عندي هون في الانترا كاميرال في الفرونت تاع اللينس، اما بالنسبه للانترافيترال نعمل انجكشن عنا في الباك تاع اللينس اللي هي زي ما حكينا في بيزيكلي الاريا تاعت الفيتروس هيومر تاع الاي. بالنسبه عنا للبيري اوكيولار طبعا البيري اوكيولار اللي هي بتشمل عنا الانجكشن في البيري اوكيولار بيشمل عنا الانجكشن تاع الادرا في اللي هي منطقة الاي اللي هي المنطقة اللي بتحيط عندي around ايش الانترنال ستراكشر تاع الاي. لو اجيت اطلعت على الاول route of administration للophthalmic preparation اللي هو topical application،
التوبيكال ابلكيشن طبعا هذا يعتبر الموست كومون تايب اوف روت اوف ادمنستريشن للاوبتالميك بريبريشن اللي هي يوجوالي عاده بتكون الفورمولا عندي على شكل ايش؟ على شكل دروب. هلا ميجر ادفانتجز لهذا التايب اوف الروت اوف ذا ادمنستريشن اللي هو التوبيكال ادمنستريشن طبعا it is easy to be administer the formula and easy to be done by the patient. Non-expensive تعتبر نوعا ما plus انه also كونه انه mainly the formula عادة اللي بتشكل منها عندي the preparation هي عبارة عن solution. هلاحظ عندي هون انه اليوز تاع الفورمولا it will not be causing any disturbance of the vision. هلا الميجر ديس ادفانتجز اللي راح اواجهها في البروسيس تاع التوبيكال اوبتالميك ادمنستريشن very short residence time للفورمولا في قلب الاوبتالميك كافيتي very short residence time هذا معناه انه فعليا راح يتجمع عندي very low concentration من الاكتيف انجريدينت اللي موجود بالفورمولا to inside the site of the action. هاي المشكلة لحتى أحلها ممكن أحلها عنا بطريقتين. الطريقة الأولى الترديشنال خليني أسميها الترديشنال إنه نطلب من البيشن إنه يعمل عنا frequent application للآي دروب more than one time اللي هي طبعاً not advantages بالعكس هاي ولدت عندي other disadvantages لأنه frequent uses تاع الدروب more than one time of course هذا راح يؤدي عنا إلى اللي هي ال poor patient compliance. السكند ميثود لحتى احل مشكله الشورت ريزيدنس تايم تاع الاي دروب انسايد الاوبتالميك كافيتي ان انا اضيف على الفورمولا تاعت البريبريشن تاعت الاي دروب اضيف عليها فيسكوسيتي موديفاينج ايجنت او الفيسكوسيتي انهانسينج ايجنت مثل مثلا فور اكزامبل استعمال الميثايل سيلولوز او استعمال البولي فينايل الكحول لانه السش ماتيريال هذول فعليا ان كونتاكت مع الفيهيكل راح يجوا يعملوا عندنا سيمي جيلينج لاير على السيرفيسز تاع الاي. هلا هاي السيمي جيلينج ايجنت لانه بيزيدوا الفيسكوسيتي تاعت البريبريشن وبالتالي راح يزيدوا عندنا الادهيرنس تايم تاع الفورمولا على السيرفيسز تاع الاي سو دي ويل بي اكستند الريزيدنس تايم وبالتالي بيحسنوا عندنا الكونسنتريشن تاع الدرج اللي راح يصير له اكيوميليشن في منطقه الاوبتالميك اريا. بالنسبه عندنا لا هلا الريزيدنس تايم ليش بيكون عندي قصير جدا في منطقه الاوبتالميك اريا لانه كلكم بتعرفوا انه فعليا في عندنا سكريشن اوف ذا تيرز في منطقه الاوبتالميك اريا فانا الاير دروب فعليا which is inserted to inside الاوبتالميك اريا راح يجي يصير لعنا dilution for large extent by a tear film اللي موجودة عندي في الophthalmic cavity. هلأ جزء يسير منها هو اللي راح يضل عندي يصير له عملية spreadability على البوردر تاع الايلت ولكن الموست منها فعليا راح يصير وعملية درين اللي هي through ايش through النيزو lacrimal duct اللي هي connection ما بين الاوكيولر كافيتي وما بين النيزل كافيتي. زي ما حكيت usually هاد راح يأثر عنا على الكونسنتريشن تاع الاكتيف انجريدينت اللي راح يصير له ابزوربشن من على او الاكيوليشن على السايت اوف اكشن وبالتالي راح يعطيني بور بايو افيليبيليتي للاوبتالميك بريبريشن. هلا جاست اونلي من الادمنستر لارج دوزز عاده اللي بتستعمل عنا او ويتش از ادمنستر توبيكالي جاست اونلي 5% منها هي اللي ممكن توصل عنا الى منطقه الاكيوس هيومر لحتى تعطي ايش لحتى تعطي عنا ثيرابيوتيك افكت. لذلك حكيت انه الحلول اللي كانت مطروحه لحتى نحل هاي المشكله انه انا فعليا انصح البيشنت انه هو يستعمل الدرج فريكوينتلي وحكينا it is not good not acceptable لانه هذا بيؤدي عنا الى poor patient compliance. حكينا الحل الثاني انه احنا نضيف عنا viscosity enhancing agent او viscosity modifying agent اللي هي حتزيد عنا الviscosity تاعت ال vehicle تاع ال eye drops وبالتالي راح يجي يزيد retention time عنا تاع ال eye drop على السيرفيسز تاع ايش تاع ال بيريكورنيال طبعا اللي هي ال بيريكورنيال اريا. طيب لو اجيت طلعت هلا
بالنسبة عندي الأنواع البرير اللي راح يعبر عليها للدرج لما بنعمل topical administration. Actually أول barrier راح يكون عنا which is restricting the absorption تاع الدرج بالophthalmic area اللي هي منطقة الكورنيا. هلا الكورنيا لو اجيت تطلعت عليها الكورنيا فعليا السل اللي موجودة أو الممبرين تاع الكورنيا يعتبر عندي lipophilic membrane بلس إنه الإبيثيليوم سيل اللي موجودة عنا في نقطة الكورنيا ألاحظ إنه في فيها very very tight junction ما بين هدول الإبيثيليا سيل وبالتالي راح يجي ليشتغل عنا as barrier بيعمل إيش؟ بيعمل restriction للباسس تاع الدرج زي ما حكينا through البريكورنيال area. Second type of the barrier يعني أنا هاي أول layer كانت عندي اللي هي الكورنيا اللي هي عبارة عن منطقة tight junction تاعت إيش الإبيثيليال تيشو اللي موجودة عنا في السيرفيسز تاع الكورنيا. هلا في عندي تحت اللي هي الإبيثيليال تيشو تاعت الكورنيا موجودة عندي other barrier اللي هو يعرف عندي بالستروما. هلا الستروما فعليا هي عبارة عن كولاجين فايبر اللي هي عبارة عن ايش كولاجين فايبر يعني بمعنى هي عبارة عن هايدريتد تيشو. هلا هاي الهايدريتد تيشو كمان نفس الاشي بتشتغل عندي اس كسكن بارير بيمنع الابزوربشن تاع الدرج which is administered عندي هون توبيكالي وانو تايب اوف ذا درج طبعا بيمنع عنا ريستريكت اللي هي الابزوربشن تاع الهايدروفوبيك درج اي بمعنى اخر كانه بيشتغل كبارير اجينست اللي هي الابسوربشن تاع اللايبوفيليك دراج. في عندي اخر طبقه زي ما انتم شايفين اخر طبقه زي ما انتم شايفين هون اللي هي عباره عن اللاست بارير اللي موجوده عندي في الاستراكشر تاع الكوريا اللي يعرف عندي بالاندوثيليوم. نفس الشيء الاندوثيليوم هذا بيشتغل زي ما حكيت اللي هو بارير بيمنع عندي ايش بارير ولكن هذا البارير بيكون موجود عندي ما بين الكوريا وموجود ما بين او بيفصل بين الكورنيا وبيفصل عنا ما بين الفيتروس هيومر وبالتالي هذا معناه انه الدرج اصبح عنده ثلاثة مين بارير لازم يعبر عليهم لحتى يوصل عنا الى السايت اوف اكشن تاعه. لازم يعبر عنا زي ما حكينا على الابيثيليال كونكتيف تيشو تاعت الكورنيا ثم بعد ذلك يعبر على الاستروما ثم من بعد الاستروما بده يوصل عندي الى وين الى نقطة اللي هي الاندو يعبر من خلال الاندوثيليوم لحتى يوصل الى نقطة اللي هي الفيتروس هيومر اللي موجودة عندي في البوستيريور بار تا الأوكيولار كابيتي لحتى يعطي ثيرابيوتيك إفكت. تمام؟ تمام؟ في أي سؤال؟ تمام دكتور يعطيك العافية.